أهمية مذكرات بحار بوجهة نظري يعني تكمن بأنه العمل متكامل نصاً وغناءً وموسيقى بكل تأكيد. الأهم من ذلك أن العمل يحكي عن مرحلة زمنية ما عاد لها أثر اليوم. الشق الدرامي في الرؤية الجديدة لهذا العمل وفق الإطار الذي وضع من الشاعر الراحل محمد الفايز والموسيقار غنام البيقان، ففرصة لهذا الجيل الاطلاع على العمل والتعرف على التراث الكويتي من خلال هذا العمل الفني.